هل احنا مصدقين انه في برلمان؟ هل احنا مصدقين انه برلمان عباره عن مجموعه من المؤيدين سينتج اي شيء يقوم به اساس العمل في البرلمان هي الرقابه والتشريع؟ هل البرلمان اللي بيدعو انه لتشكيل برلمان مساند للرئيس، هل ده ممكن يقوم بدور رقابه؟ هل ده ممكن يعمل تحالف تشريع؟ في 200 قانون تم اصداره خلال الفتره اللي فاتت دي، مطلوب من البرلمان ده انه يراجع من 200 قانون في 50 يوم، يعني كل يوم يراجع 4 قوانين. هل ده اصلا اسلوب من خلاله تقدر تقول ان انت من خلال البرلمان تقدر تمارس سياسه؟ احنا كده هنبقى بنضحك على الناس وبندلس على الناس، ولن نكون ابدا مدلسين، ولن نستخدم ابدا في ان احنا نكون ورده في عروه جاكيت هذا النظام، ولن نكون تحت اي ظرف من الظروف بنسعى عكس الصالح العام. احنا هدفنا الصالح العام، والصالح العام في مصر ان يتم هناك ممارسه ديمقراطيه حقيقيه، وهذه الممارسه حسب الكتب وحسب التاريخ وحسب كل حاجه ليها شروط، اولها ان تفتح المسارات للجميع، ما بقاش في ناس في السجون وناس بره عمليه سياسيه وتقول انا بعمل انتخابات، ما بقاش النهارده انت بتقتل الناس في الشوارع وتقول انا هسمح للناس بعمل دعايه انتخابيه، ما بقاش انت النهارده بتتكلم على تجديد خطاب الديني وانت موقف كل الشيوخ وخصائص السلطه وراك عشان يغنوا نفس الغنى اللي انت بتقول عليه. ده في الاول وفي الاخر لن ينتج دوله، ده في الاول وفي الاخر سيؤدي الى سقوط الدوله، ده في الاول وفي الاخر سينتج عنه فشل اكتر ما احنا فشل. انا اخشى مع الوقت ومع هذا النظام ومع اداء هذا النظام وممارساته ان نتحول الى دوله فاشله. هؤلاء العسكريين الذين يحكمون مصر لا يفهمون في السياسه ويدفعون مصر الى حافه الهواء بشكل واضح جدا. مصر لن يتم انقاذها من ما هي فيه بخطاب عاطفي ولا بشويه صور مع المؤيدين ولا بشويه انتوا اللي اخترتوا وكنتوا عارفين ولا هذا الكلام كله، لن ينتج عمل واداء. النهارده النهارده بتطلع كل مره تقول مش هيتكرر ده وبيتكرر ده، حاسبت مين؟ بدل ما تحاسب الناس اللي مسؤوله عن ده، النهارده انت بترقي واحد من ظباطك، حاجه غريبه جدا. يعني بعد هذه العمليه النتيجه تبقى ان هو بيرقي احد اللواءات يبقى فريق، هو ده الناتج؟ هو ده اللي الناس متوقعه منه؟ هي دي الاجراءات؟ احنا بنقول انه على هذه السلطه ان تعود الى رشدها، ترجع عن المسار اللي ماشيه فيه، لانه في الاول وفي الاخر هذا المسار سينتج عنه في الاخر انه سنصبح دوله فاشله بشكل